يتم احتفال بعيد الصليب عام 2017 بالتقويم الأثيوبي في جميع أنحاء تيغراي، وفي مدينة مقل يتم الاحتفال به بمختلف الطرق في كنيسة جابر ساحة سوحنوغوس. ምስጋናን ማርያም ካሞታርሂና በህወዘን በረትና قال رئيس ساق فابريشيا مقل الأب إساياس أن الشعب يقوم بالاحتفال بالعيد بسبب عدم تنفيذ بنود اتفاق السلام كإرجاع النازحون إلى ديارهم ومساعدة المحتاجين ومعالجة المرضى. برهان مسكر نخبر نخنا خبر فقدرنا فتارنا تمسكنا يكون وعن برهان مسكر أبصحنا أبصحكم. نحمد الله الذي سمح لنا بالاحتفال بيوم الصليب، وأحب أن أهنئكم بمناسبة هذا اليوم. هناك أمر محزن وهو أن النازحين لم يعودوا إلى أرضهم رغم أنه قيل بأنه سيعودون في 7 يوليو الماضي، وهم الآن يخوضون الصعاب في المخيمات بسبب البرد وأشعة الشمس. وأيضا نحن حزينون للغاية من الوضع الصحي لأبنائنا الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن وطنهم وقصروا أعضائهم في المعارك، لذا فإن الرب وحده هو من سينهي معاناتهم، مما ينبغي أيها المؤمنون بالإكثار من الصلوات حتى ينهي الرب كل تلك الأزمات. عبر المدير التنفيذي لأبريشية مقل ملاك الأنوار قبر سلاسي أنه يتمنى أن يواصل شعب تيغراي تعزيز وحدته في العام الجديد. أفل تشعي عصر تشد بشتاي زنبرة مكرا زنبرة مفللاي زي مرددا. أتمنى أن تنتهي جميع الأزمات والخلافات التي مررنا بها خلال عام 2016، وأن يكون هذا العام الجديد هو عام يملأه المحبة والوحدة. وعلينا أن لا ننسى إخوتنا النازحين، مما ينبغي على الكل وبقلب واحد الإكثار من الصلوات حتى يعيدهم الرب إلى أرضهم. وقد حضر الاحتفال العديد من قادات الدين والمسؤوليون الحكوميون، وجميعهم شاركوا في إشعال الشعلة النارية. Yeah.